حلق الويد يا باب. حصر على جو حلق الويد. شبيها تو. والله شو نقول لك تو بالنسبه لهذوما البارسولات نورمالمون كانوا قبل يوخروا التالي. تجي العباد مثلا باش يعوموا هذوما ملكوهم لهنا. كيفاش العباد انا باش نحط دبشي مثلا من هنا باش نعمل غطسه. يعني نحط دبشي وراء الباراسول ومن بعد تلفت الناس الكل تهزوا الدبش. هذه ابسط شيء نحكي لك على ابسط شيء. يعني اليوم الباراسولات عمت البلايص عندها مده وهي الباراسولات هكا. حلق الويد تعجبني شعبيه، نحب الشعب، نحب نمس التراب ما غير تاكل فيه، ما غير ملازمه، ما غير يرحم بوه. واصلا نحس راحه، راحه كبيره، ماهيش هيك المكلفه والباخذه وكل يلزم تخملها، لا حاجه عاديه كما قال دينار توصل وتمشي تجيب حتى عشاك معاك وتعشى وامورك واضحه والحمد لله. اليسر باهي، اليسر في كل الحالات اعز حاجه اليسر، ومحلاه تو اليسر بالرسم يتمس تو الزوالي وما عادش الطبقه الوسطى والتنحات تو الاكثريه الزوابله. يا خويا بصراحه متنفس بالرسم يعز متنفس هو حلق الواد بصراحه. تعايلات باهي، تعايلات نظيف نسهر فيه باهي الحق، يعجبني حلق الواد خير من البحورات الاخرين. انا ديما نجي في حلق الواد، اما الشعب راهو مسخ. يا لطيف شوف كيفاش يخلوا البوباله وكل شيء، اما نحب حلق الواد. عندي 6 سنين نجي له. منين جيت؟ من قابس ولا ولاد قابس. ما شاء الله، جيت خزيز الحلق الويد ولا عندك قضيات وجيت؟ لا لا نعيش لهنا، ما نجي نحب البحر هذا. يعني هذاك البحر المتنفس الوحيد للعاصمه. فهمتني؟ معناها ما عندكش شوية آخر باش تختار باش تمشي لبلاصة. باش تمشي لبلاصة أخرى معناها تحب شوية فلوس، شوية مصروف، شوية فهمتني؟ هذا نتاع الزوالي. مازال بحر الزوالي؟ حلق الواد الى ابد الابدين ياخذ تاع الزوالي، حتى يحبوا يردوه نتاع برجوا ونتاع ياخذ نتاع الزوالي. فهمتني خويا؟ معناها ما تبدلش هك تشوف العباد كيفاش وناسبه وشيخه العباد. وذيك حلق الواد وذيك الشهر نتاع حلق الواد وذيك البنه نتاع حلق الواد وما تتنحاش. واللي يعرف تاريخ حلق الواد واللي يعرف تاريخ تونس كل شيء خرج من حلق الواد من هنا. اليوم الالاف خلينا نقولوا في تونس الكل تتصب في حلق الواد. علاش بالضبط حلق الواد؟ التوانسه الكل معناه الغالبيه يصبوا في حلق الواد. اول حاجه رادس في سد، الزهره في سد، هذيك اللطف المنطقه الجنوبيه كلها في سد. تو قعد متنفس الوحيد هو حلق الواد ومرسى وكرتاج، هذاك اللي قعد، واحسن واحد هو حلق الواد، هذه من سبق تاريخ. سبحان الله يسر. اي يمشي، اما المرسى نحسها مكلفه وباخذه اكثر وبعيده، حتى الاسطرون بعيد على المنطقه هذيك، واذا باش تفطر في البحر تشوم اخر يحسبوا لك التوريست معناتها بالرسمي شيء. حلق الواد تعمل حوته وكل شيء. كل شيء 12000 11000 بصراحه. كي تقعد في قهوه حلق الواد تتمتع بحلق الواد، كي تقعد في اسطرون حلق الواد تتمتع بحلق الواد، تدخل الماء تنسى روحك، تنسى الاسطرون اللي يستنى فيك، تنسى القهوه، تنسى فهمت كل لحظة تعديها في حلق الواد تحس متعة أخرى. بالرغم اللي فما شطوط خير من حلق الواد. فهم أما لا شرم، شرم فما شرم، فما حاجة بنينة، حاجة كما الحوت حلق الواد، كما حاجة شرم، حاجة بنينة. تو الحوت في كل بلاصة، في كل أوتيل، في كل بلاصة، أما تجي في حلق الواد تلقى مطعم واخر. البونغو عز مطعم، عز جو. حسب التقى يا خوي اللي عنده بلوس. يروح لقمرته يروح المرسى يروح الغد، ولا ما عندهاش فلوس بنقص ركوب ترانسبور يروح لحلق الواد. حلق الواد الموقع به، لكن الاطراف اللي متدخله فيه والبلديه ماهيش لاهيه به للاسف. هذا اللي ساير؟ هذا اللي ساير. مانيش عارف شكون اللي التنسيق مع البلديه، فما برشا ناس متداخله، لا داعي باش نذكروا. باراسوليت 15 و20 دينار كواسا سير وانت في 10 كيلومتر على 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 تونس. مواطنين ما تقدرش باش يدفع 10000 و15000 كل نهار. تمشي للباركينج تدفع 3000 و5000 سينو تهز كهربتك وتخرج. هذا اللي يصير في حلق الواد للاسف. بالرغم اللي الباركينج مش ضروري انك تدفع، معناها تنجم تقاري الكهرباء نتاعك هذا بليسين رئيس البلديه بليسين. قالت معناها تنجم تقاري وما تعطيش معناها امورك. انت اذا باش تعطي يعني دعوه للسلطات الامنيه ان يتخذوا موقف ووقفة حازمة تجاه الأشخاص هذوما، يا إما تعطيهم تراخيص ويعملوا سوم رمزي مقبول ندعموا به البلدية نقبلوها برحاب الصدر،
اما انا تمشي كاكا بوريا ما فماش داعي. نحاولوا نوصلوا الصوره كما هي. الباراسولات تحسها ماخذه 70% من الشط. البلديه تدخل شويه فلوس في كوني تتلاها بالتنظيف وكذا مقبوله جدا، لكن اسوام رمزيه، لكن هي تعطيهم اسوام رمزيه الور كل اسوام ماهيش مقننه. انت تخدم في الشط هوني؟ شنو تخدم بالضبط؟ باراسوليات. باراسوليات، سامحني اليوم فما بعض المواطنين يتشكاو منكم، يقول لك مثال يفرض عليك باش تاخذ باراسول 15 دينار 10,000 10,000 بحر الزويلي، تطلع من هنا كي تلقى 25 تسمع 40 تطلع للمرسى تسمع الاسوام هذيا راهي معناتها نحن 10,000 رنك معناتها للزويلي بحر نتاع الزويلي هذا التعريف الرسمي 10,000 10,000 اي ونحن عندنا سبت واحد هكا هو خاطر فيتو يتعب البحر والتعريف تولي 15,000 خويا ومانيش نزيدوا على العباد طاولة وباراسول وربع كريسي معناتها هنا ب 15,000 ما مش برشا فلوس معناتها هو كي ديبلاسي هو كي ديبلاسي معناتها من هي بلاصة قديش معناتها رسمين ركوبه هو باش يجي تطلع من هنا تسمع 35 تسمع 40 تسمع الأسوام هذيك معناتها باراسول اليوم أنا سبق ونحكيت حتى مع رئيس بلدية حلق الواد الإمام مدام الإمام قالت لي يعني اللي يخدموا هما يستصرفوا يعني يخدموا على رواحهم إتيديونيات وغيرهم أما مش من حقهم أنهم مثل يفرضوا على المواطن يقولوا له كذا وكذا ما أخي نحن نفرض عليه نفرض عليه هو يجي يقعد بطبيعة على روحه يجي يقعد على روحه وهو خي نحن بنجيبوا بالسيف شدوا ويجقد بالسيف مستحيل هذه بطبيعة يجي يقعد على روحه عندك تعريفه بتبيعتك هذيك 10,000 في سيور الايام ويجي سبت واحد 15,000 هذه معناتها كانتار تعشي العشية تولي ب 10,000 وتكري 15 دينار 24 ساعة واللي ما عنده شيء يقعد من الصبيح للعشية وقت يروح يروح على روحه وعلى هذا يجي الصبيح قديش معناتها برشا معناتها 15,000 وسبت واحد هكا هو 15,000 ثم ناس يقول لك ما عندهاش مثلا اي ما عندوش يقعد زاد عندوش تسوي لي زاد يقعد زاد ما عندوش يقعد على روحه فما اللي يقول لك حتى اللي يجيب باراسول من داره باش ينصبها هكا يلزوه يقولوا له لا عندهم هما بلاصتهم عندهم بلاصتهم يحطوا عاطينهم بلاصه هما باش يحطوا فيها شفت يشير هذه الكل يحط باراسولاتهم وين يحب على روحه ما يقلحوا حتى وين وكورونا زاد كيف كيف زاد يحط على روحه معناتها مش شغال فما عباد تجي عندها صغار وعندها مواضيع تحب تحط على الشط وتجي مثلا انت تكري الوكيل تجي مرات تحط لها باراسول قدام وتقول لك انا زاد انا كاري بصوري بفلوسي معناتها وتجي تحط لي انت باراسول قدامي توقف يولي يتعاركوا هما في بعضهم يتعاركوا مش حتى نحن باش نكلموه تجي تبدا قاعده على باراسول معناتها تجي حط واحد يحلك باراسول قدامك قاعده في حلق الواد كما قبل لا 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 تغيرت وانتهت وفتح حلق الواد حلق النار انا غيرت انا لسه راح حب غيره يا اخي حلق النار كنت كارم 100 وليت مليون ونسمة حلق الواد هم يقولوا واحد لا لا شيء يريد عمي والله اللي يقول لك الكلام هذا لا كان عنده دكتاف ولا غيره الدنيا كلها تبدلت هي الدنيا كلها هي العبيدة تبدلت والعبيد كيما متاع 50 سنة التالي كيما العبيدة متاع تويكا من سبع المستحيلات انت تشوف مثلا عادنا فك تدخل مثلا على اليوتيوب ولا كذا وتشوف حلق الواد هذه كلها بريرك وهذه كلها يهود وكل وقت هذاك ناس وتويكا ناس فهمتني ما باش تبدل الحياة نورمال شويه ما يو قاعد شنيا نتاع الزوالي ولا اكثر ولا اقل يا حصر على حق الواد يا حصر كنت غاديك قبل نمشي نعوم على الحجر وتو يجيو الناس يمشيو يسكروا ويمشيو ويعملوا كذا والبوليسية كل مره عاملين كونترول غاديك على جماعه هذا هو حق الواد وما يبقى الشرم نتاعو يبقى كل شيء اما يبقى المتنفس الوحيد للزوالي خاصه للزوالي لا 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 ولا حتى لابس عليه يجي ما نكذبش عليك انا راني مقيم البرة ونديما ويعجبني حلق الواد يعجبني حلق الواد نسمة حلق الواد نسمة حلق الواد والجو بالليل والروز فالت وتو بعد ما نكمل شويه جو نمشي ناكل شويه حوت غاديك فهمت شنو اليوم معناها تلقى راحتك تجي مع العائله سلام انا نلقى راحتي في البحر هذا في تونس هكا باقي البحورات الاخرين ما نلقاش راحتي هذيك هي اللغز نتاع حلق الواد بالرغم من المشاكل هذه كل تبقى حلق الواد منارة يعني بطبيعة الحال بلاصة باهية حلوة موقع استثنائية موقع استراتيجي الخدمات فيه باهية برشا ريحة الحوت تعرضك من بعيد شوية البلدية لازمها تتدخل شوية لأكثر ولا أكثر وتبقى الحوت يا بابا البلال نتاع الحوت البلال الحوت باهي في المتناول باهي في المتناول لكن مع الغلاء الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطن اللي تراجعت ما عادش ينجم يقدر باش يهز عائلته ثلاثة ولا أربعة من الناس باش يفطروا ب 50 و 60 دينار